السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة دايرة التوسيع عشان نشتغل فيها ازاي نعمل فيها غرزة المنزلقة. زي ما انتوا فاكرين غرزة المنزلقة احنا كنا اتكلمنا عنها اهي، بتبقى عاملة شكل البيضاوي بس بيكون لونه في الرسومات بتاعتنا لونه اسود او ازرق، مش مهم اللون، المهم ان هي بتبقى شكل البيضة بس غامقة، زي عكس السلسلة بتبقى بيضة ومش متلونة. اسمها في الكتابة منزلقة، في الاختصار حرف الميم. ازاي هنعملها هوريكم، وبالمرة نعمل مع بعض دايرة التوسيع. دايرة التوسيع ازاي؟ باجي بعمل كده زي ما احنا اتفقنا، بدخل من تحت، باخد، بقفل، بعد كده بعمل 5 سلاسل، تمام. في ناس بتعمل 4، في ناس بتعمل 6، والله ما هي شرط، على حسب عدد العواميد اللي انا هعملها جواها عموما، بس مش شرط قوي يعني، انا بقدر اتحكم برضو باذن الله. بعمل ايه بعد كده؟ انا دلوقتي عملت السلسله بتاعتي اهي، عايزه اقفلها بمنزلقه. ازاي؟ هاجي عند اول غرزه، مش غرزه البدايه بتاعتي لا خالص، الغرزه اللي فوقيها اول سلسله، هدخل فيها اهو بالابره، تمام، واخد الخيط، الف الخيط على الابره واخرج، ماشي. بعد كده هي هعمل ايه؟ الخيط اللي خرجت بيه اهو اخرج كمان من الغرزة اللي على الابرة تاني، معلش. ها انا الغرزة بتاعتي على الابرة، هاجي الاول غرزة خالص في السلسلة، اول سلسلة عملتها، هدخل اخد لفة على الابرة اخرج، الخيط اللي خرجت بيه معايا اهو، خرجت بيه من الغرزة، هخرج بيه كمان من الغرزة اللي على الابرة. هي دي غرزة المنزلقة. طيب هعمل دايرة التوسيع بقى ازاي؟ اول حاجة هعمل عمود البداية، زي ما قلنا احنا ممكن نعمله عمودين او ثلاثة، انا هعمله هنا عمودين سلسلتين اسفة او ثلاثة، انا هعمله هنا سلسلتين، اخد لفة على الابرة، وبعد كده انا لما قفلت بالمنزلقة اصبح الدايرة قدامي اهي، زي ما انتم شايفين السلاسل الاربعة لما قفلتهم اهو، ده الفراغ اهو بتاعي اللي جوه اهو، الفراغ ده انا هملاه بالعواميد، هعمل هنا 14 عمود، هاخد لفة على الابرة وهدخل، اخد الخيط واخرج، ها 2 في 2، بعد كده هيدخل، ها، واخرج 2 في 2، ها، هفضل اعمل الحركة دي لغاية اما اكرر الـ14 عمود بتوعي. وطول ما انا شغالة الفتلة بتاعت البداية زي ما اتعودنا ناخدها معانا في الشغل عشان نداريها، نفضل اهو عملنا كده كام عمود، ادي عمود البداية، التاني، التالت، الرابع، الخامس، كده نعمل السادس، هنعمل بعد كده السابع، السابع اهو، هنعمل الثامن، بعد الثامن نعمل التاسع، بعد التاسع ثواني، التاسع اهو، بعد التاسع هنعمل العاشر، ماشي، بعد العاشر ادا الـ11، زي ما انتم شايفين الفتلة بتاعت البداية عمالة بتدارى معايا خالص اهي، بعد الـ11 ادا الـ12، 13، اخر عمود خالص اهو ادا الـ14. بعد ما عملت الـ14 عمود بيجي عمود البداية، فاكرينه لما قلنا ده هنعمل سلسلتين ونكمل؟ طيب احنا عملنا ادا سلسلة واتنين، ونيجي في التالت سلسلة دي وهندخل فيها بمنزلقة اهو، شايفين دخلنا اهو اهو، وبعدين هاخد لفة على الابرة واخرج من الغرزة واخرج كمان من الغرزة اللي على الابرة، بقيت انا كده عاملة المنزلقة. ادي البداية بتاعتي عملنا فيها 14 عمود. طيب هنعمل دايرة التوسيع ازاي؟ هنعمل اول حاجة نعمل عمود البداية، بعد كده كل غرزة من الغرز دي هدخل فيها بعمودين، انا بالفعل خلاص عملت عمود اهو، هدخل بالعمود التاني اهو، وبعدين ها ادي العمود كمان اهو، اصبحت دلوقتي، عايزاكم تركزوا في الحتة دي معلش، ده عمود البداية، عمود البداية خارج من الحتة دي، بعد ما اخلص شغلي كله لما الف، شايفين الجزء ده اهو، يا رب يكون باين معاكم، شايفين الجزء ده، ده اللي هدخل فيه واعمل الغرزة التانية بتاعتي، اسمها غرزة التزايد، برضو عشان نبقى عارفين شغلنا عامل ازاي ونبقى عارفين اسماء الغرز بشكلها. غرزة التزايد بيبقى ده شكلها، المفروض ان هي سلسلة طالع منها عمودين، طالع منها عمودين، تمام، سلسلة اهي وطالع منها عمودين. طيب
لا ممكن برضو في اوقات تانية او باترونات تانية بتبقى جاية عاملة كده وخلاص. رقم 7، تمام، دي برضو غرزة اسمها ايه؟ غرزة التزايد. دي الغرزة اللي احنا بنشتغلها دلوقتي. هنعمل ايه بعد كده؟ كل غرزة من دول هنملاها بعمودين اهي. ثواني معلش اتلخبط، ادي الغرزة التانية وبعدين الغرزة التالتة الاولانية اللي بعدها التانية. كل غرزة سلسلة بتبقى فيها عمودين. اهو وعلى كده لغاية ما نخلص خالص. تمام، دايرة التوسيع دي انا بشتغلها في ايه؟ دي اساسي في الطواقي، يعني اي طاقية لابد دي بدايتي في اي طاقية، غرزة او دايرة التوسيع بتاعتي لابد في الغالب ان دي بتبقى غرزة البداية او بداية الطاقية بتاعتي دايرة التوسيع. طبعا في طواقي بنبتديها بطريقة تانية، في طواقي بتبتدي من تحت مش من فوق، في طواقي بتبقى حتة مستطيلة وبتتخيط من الجنب، بس 99% من شغل الطواقي بتاعنا بالطريقة دي. طب احنا دلوقتي جينا خلصنا ملينا الـ14 عمود كلهم، كل عمود فيه بقى فيه عمودين ما عدا عمود البداية. فاكرين لما قلنا هي دي اللي هندخل فيها اهي؟ واخدين بالكم ادي الغرزة اهي، اصبح هنا الغرزة الاولانية خالص هي كمان بقى فيها عمودين. تمام، هقفل بمنزلقة، هعد سلسلة 2 واقفل في التالتة. تمام كده، ها بعد كده هعمل ايه؟ هطلع بغرزة البداية تاني، عمود البداية تاني، ده سلسلتين. بعد كده هنعمل ايه؟ انا هنا عندي غرزة التزايد الاولانية اهي، اول واحدة فيهم اول عمود فيهم هطلع بعمود واحد بس، ماشي الحال كده. ها بعد كده العمود التاني هطلع عمودين، ونكرر بقى الحكاية دي تاني. ادي غرزة التزايد اللي بعدها اهي، غرزة التزايد هعمل ايه؟ اول واحد فيهم هعمل عمود، طب والتاني؟ عمودين. ها اللي بعديها غرزة التزايد اللي بعديها اهي، اول واحدة عمود، طب والتاني؟ عمودين. نفضل على كده لغاية ما نملى الدايرة كلها بالطريقة دي. ها اللي بعديها اهي، ادي غرزة التزايد، اول واحدة عمود والتانية عمودين. ادي العمود التاني اهو، ها غرزة التزايد اللي بعدها عمود، ادي عمود وبعدين عمودين. هفضل بالشكل ده لغاية ما اخلص السطر كله، عشان بعد كده اعمل السطر اللي بعديه. ادي عمودين اهو، اسفه ما كنتش كملته. ها عمود عمودين، عمود عمودين. تاني عمود عمودين. تاني عمود عمودين. هفضل كده تكرار. تمام، ها عمود عمودين، عمود عمودين، عمود
عمودين. عمود. عمودين. طيب هنلاحظ هنا ان احنا جينا في اول واحد خالص اللي عملنا فيه عمود البداية. في عندي غرزة هنا اهي هنعمل فيها عمود. طيب وبعدين العمود البداية معمول لوحده لازم يبقى عمودين. تمام، احنا قلنا اهو هندخل في الغرزة اهي اهي ونعمل العمود التاني عشان نبقى ماشيين مظبوطين. هاجي السطر الاول هقفل بمنزلقة، نعد سلسلة اتنين وندخل في التالتة اهي. تمام كده واقفل. بعد كده هعمل ايه؟ السطر التالت. السطر التالت هعمل عمود البداية، وبعد كده هتلاحظوا دلوقتي انا اصبح عندي عمود وتزايد، عمود وتزايد، عمود وتزايد. هعمل ايه بقى؟ كل عمود بطلع فوقيه عمود، اي عمود هيقابلني في دايرة التوسيع بطلع عليه بعمود عادي خالص اهو. طيب والتزايد نفس الفكرة بالظبط. شوفوا احنا عملنا تحت ايه؟ في التزايد اللي تحت عملنا عمود وعمودين، هنعمل نفس الفكرة. ادي عمود وادي عمودين تاني. ها في هنا ايه؟ في هنا عمود وتزايد. اول العمود هنعمل في ايه؟ هنعمل فوقيه عمود عادي خالص اهو. طب والتزايد واحد عمود والتاني عمودين او تزايد تاني. ها في هنا ايه؟ عمود وتزايد. العمود هنطلع فوقيه بايه؟ بعمود. والتزايد هنطلع فوقيه بعمود وتزايد. هنفضل نكرر الوضع ده لغاية ما نخلص. عايزين نعمل مع بعض هنا رسمة كده كروكي نعرف بيها احنا بنعمل الشغل ده ازاي. بصوا احنا هنعتبر دايرة التوسيع دي مش دايرة، هتبقى خط مستقيم. ده اللي مليان بالسلاسل بتاعتي. تمام كده. كل سلسلة اول سطر فاكرين اللي عملنا فيه اربع سلاسل ومالينا اهم باربعتاشر عمود اهم. طبعا احنا خلاص بقى مش لازم نعمل شرطة الحرف التي وعليه الشرطة المايلة، احنا خلاص عرفنا ان الواحد ده عمود. هنعمل ايه؟ او السطر التاني كل عمود من دول هيطلع عليهم غرزة تزايد اهي، صح كده؟ غرزة تزايد. كل عمود من دول غرزة تزايد. السطر اللي بعديه العمود الاولاني في غرزة التزايد ده هيطلع فوقيه عمود. طب والتاني؟ تزايد. ها عمود تزايد، عمود تزايد، عمود تزايد، عمود تزايد. السطر اللي بعديه اي عمود فوقيه عمود. التزايد عمود تزايد. العمود هنا عمود، هنا عمود تزايد، العمود هنا عمود، التزايد عمود تزايد، وهكذا. ها اللي بعديها انا عندي هنا عمودين، كل عمود هيبقى فوقهم ايه؟ عمود. ادي عمود فوقيه عمود وادي عمود فوقيه عمود. طب والتزايد؟ عمود تزايد. هنا عمودين اهو، يبقى عمود عمود والتزايد عمود تزايد. طب اللي بعديه عندي تلات عواميد، كل عمود منهم عمود. طب والتزايد؟ عمود وتزايد. اللي بعديه عندي اربع عواميد، اربع عواميد. طب والتزايد؟ عمود تزايد. اللي فوقيه عندي خمس عواميد، يبقى خمس عواميد. طب والتزايد؟ عمود وتزايد، وهكذا وهكذا. تيجي واحدة تقول لي والله انا عارفة ان دي دايرة التوسيع وده الباترون الاساسي بتاعها وده اللي موجود في كل حتة، بس انا باجي اشتغل بتطلع معايا بعد ما بخلص كده بتطلع مثلا ايه عارفين بتبقى مكشكشة، مش مفرودة زي دي كده، لا مكشكشة. هقولها طب تمام مكشكشة يعني غرز التوسيع بتاعتي زيادة، جات منين؟ يا اما انت غلطتي، يا اما الخيطة بتاعتك مع الابرة ما كانوش مناسبين لبعض فعملوا الشكل ده. انت مش عارفة تظبطي. حلو جدا، طالما طلعت معاكي الكشكشة دي يبقى في زيادة في اعداد الغرز بتاعتي. نيجي احنا نشوف احنا مظبطين مثلا السطر الاولاني والتاني والتالت، من اول السطر الرابع في غلط، يبقى السطر الرابع ده ما عملش فيه تزايد خالص. فرض مثلا السطر التالت سي مثلا 50 غرزة، يبقى السطر الرابع 50 غرزة. تيجي واحدة تانية تقول لي ده انا من الاول خالص قبل لسه ما اخلص بصيت لقيتها قلبت معايا طاقية من الاول، يبقى انت كده عدد الغرز التوسيع بتاعتك، يبقى انت برضو يا غلطتي يا الابره برضو مش مناسبه للخيط فقلبت معاكي الطاقيه سريع سريع قبل ما توصل للقطر بتاعي اللي انا عايزاه. يبقى انا هعمل ايه؟ ازود عدد الغرز بتاعت التزايد بتاعتي. يبقى في سطر من السطور دي هيتكرر تاني، مثلا فرض مثلا ان بدايه القلبه بتاعتي دي وانها بدات تقلب طاقيه من السطر الرابع، افك السطر الرابع ده واكرر السطر التالت تاني.
وهكذا. ممكن على فكرة برضو ما تتكررش بنفس الطريقة بالظبط. بمعنى ايه؟ انها بدأت تقلب بس مش قوي. من امتى؟ من السطر الرابع. طيب انا السطر الرابع ده 1 2 3 4، ده السطر الرابع المفروض فيه عمود عمود تزايد، يبقى انا في السطر الخامس مش هعمل عمود 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 تزايد، لا انا هزود او اقلل حسب الشغل بتاعي عامل ازاي. لو قلبه كده يبقى انا هزود السطر، هعمل نفس السطر التالت ده، بس بدل ما بعمل عمود عمود تزايد عمود عمود تزايد، لا انا هعمل عمود عمود هعمل عمود 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 تزايد، يعني هكرر سطرين. المهم ان انا مع الشغل هبتدي مره في مره هعرف انا عايز اعمل ايه، مره في مره مع الممارسه. معلش لما هنغلط في الاول مش مشكله، بس مع الممارسه هنلاقي نفسنا بنعرف نشتغل كويس جدا وبنعرف نعمل كل حاجه. بس اهم حاجه هي دي القاعده الاساسيه بتاعتي في دايره التوسيع، لكن ما هياش مفروضه عليا. يعني هي دي القاعده صحيح، بس لو حصل معايا اي حاجه، الغرز اتلمت بسرعه، الغرز ريحت وعملت كشكشه، يبقى انا لازم اكسر القاعده دي. في ناس على فكره بتعمل القاعده دي ازاي، في ناس وماشيه عليها ومظبوطه جدا، بتعمل مثلا اول 3 سطور بالشكل ده وكل سطر تزايد، بتعمل فوقيه سطر عادي خالص ما فيهوش تزايد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وانكم تكونوا استفدتم. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا اشتراك ولايك وشير وكومنت، وتسلموا لي.